بتوقيع اتفاق إعادة الجدولة مع الدائنين، يرفع بيت الاستثمار العالمي جلوبال أكثر من راية في وجه الأزمة التي عصفت بشركات الاستثمار في الكويت. فمن باب السبق تكون جلوبال أول شركة توقع اتفاقا بهذا الحجم مع ذلك العدد الكبير من الدائنين الإقليميين والعالميين. وبهذا التوقيع تخرج جلوبال من صفوف الشركات المتعثرة لتباشر أعمالها في أريحية من ضغوط استحقاقات الديون. ويبقى المضمون الأهم، وهو أن الشركة حصلت بهذا الاتفاق على صك بتجديد الثقة والاستثمار في كفاءة وجودة أعمالها ومنتجاتها واستراتيجيتها. وقد ضغطت الأزمة المالية بشدة على جلوبال فتأثرت استثماراتها الرئيسية وعقاراتها، وأدى انقطاع خطوط التمويل إلى تخلف الشركة عن سداد قرض مجمع بقيمة 200 مليون دولار، ودخلت في نزاعات قضائية، وروجت وسائل إعلام حولها شائعات سلبية كثيرة عانت منها الشركة وأثرت سلبا على جهودها للخروج من الأزمة. وإذا كانت جلوبال قد اشتهرت بكونها من كبريات ضحايا الأزمة المالية، فإنها كانت أول من بادر إلى التعامل معها ذاتيا بعد أن تلاشى الأمل في إسعاف خارجي أو أي دعم حكومي، فأخذت زمام المبادرة بيدها وعينت بنك HSBC مستشارا ماليا عالميا للمساعدة في خطة إعادة جدولة ديونها، كما خفضت من تكاليف التشغيل ووضعت هيكلا تنظيميا جديدا وتبنت نموذج أعمال يتلائم مع معطيات المرحلة الراهنة. وقد ضربت الأزمة شركة جلوبال في عيد ميلادها العاشر، وكانت قد خرجت إلى النور برأس مال بلغ 50 مليون دولار، وخلال عقد واحد أصبحت من كبريات الشركات الاستثمارية في المنطقة من حيث القيمة الرأسمالية التي فاقت 5 مليارات دولار أو الأصول المضارة التي تجاوزت 10 مليارات دولار. وتخصصت جلوبال في إدارة الأصول والاستثمارات والخدمات المصرفية الاستثمارية والعقارات والوساطة، وطرحت منتجاتها خدماتها في العديد من الدول، وأدرجت في بورصات الكويت والبحرين ودبي، وكانت أول شركة كويتية يتم إدراجها في بورصة لندن. وتخرج جلوبال اليوم من الأزمة ربما أقل حجما، فأصولها المضارة اليوم تبلغ 6.6 مليار دولار، لكنها مرة أخرى تجعل من نفسها نموذجا للشركات التي استطاعت الصمود في وجه أزمة لم ينجو منها الكبير قبل الصغير. إذن إعادة جدولة ديون شركات الاستثمار، ويبقى هذا القطاع هو الأكثر تراجعا منذ مطلع هذا العام لينا. نظرا الآن على السوق الكويتي وكيف كان أداء مؤشره السعري لهذا اليوم، رأينا ارتفاعا مع ختام تعاملات السوق الكويتية بنسبة بلغت 0.25 نقطة مئوية إلى مستويات 6758 نقطة، ارتفاع إذا ب 14 نقطة، مع ارتفاع للمؤشر الوزني بنقطتين ونصف النقطة أيضا. أما بالنسبة لأسهم جلوبال فارتفع اليوم بنسبة وصلت إلى 4.14% مع ختام تعاملات، مع أيضا تداولات وصلت في ختام التعامل في على سهم جلوبال إلى 15,760,000 سهم مع ختام التعامل على أسهم هذه الشركة. ولكن أيضا القطاعات الرئيسية اليوم كانت بأغلبها مرتفعة، والصعود لقطاع البنوك كان ب 1.14 نقطة مئوية. هذا القطاع رغم أيضا الضغوط التي كنا قد رأيناها عليه خلال هذا الأسبوع، إلا أنه نجح في أيضا الارتفاع أسبوعيا بأكثر من 1.17 نقطة مئوية. الخدمات ارتفع ب 20% اليوم مع ارتفاع ب 1.2% أسبوعيا. الصناعة على ثبات أيضا، ولكنه أيضا خلال الأسبوع على مداره أيضا ارتفع. التأمين على صعود ب 4%، لكنه كان من بين القطاعات التي تشهد كانت تراجعا خلال هذا الأسبوع مع ميل للاستقرار. بقية القطاعات أيضا الاستثمار مع بالرغم من الارتفاع لأسهم جلوبال، إلى أن جلوبال كان من بين الأسهم القليلة التي كانت قد أثرت إيجابا على قطاع الاستثمار. اليوم نرى إذا ارتفاعا طفيفا على هذا القطاع، بالإضافة إلى شركات أيضا دعمت هذا القطاع بشكل خاص، مثل أيضا المستثمر الدولي مجموعة عارف وكذلك المال للاستثمار. ولكن أيضا كانت هناك شركات ضغطت على هذا القطاع مثل الوطنية الدولية القابضة وكذلك الاستثمارات الصناعية وإيفا وكذلك كامكو. لكن أيضا قطاع الاستثمار أيضا خلال هذا الأسبوع ظل على بعض التراجع الطفيف على مدار الأسبوع. الأغذية تراجع اليوم بأكثر من 1%، لكنه أيضا كان من بين القطاعات الأكثر ارتفاعا أسبوعيا. الشركات الغير كويتية ارتفاع اليوم ب 13%، والعقاري صعود ب 20%.
هذا بالنسبة لأداء القطاعات. يعني اليوم الكويت حملت صورة إيجابية وعودة سيناريو الشراء في الدقائق الأخيرة من جديد في سوق الكويت. أسهم قيادية عاد الدور الإيجابي لها مجددا كأجيليتي التي بدأت تظهر ارتفاعات. بنك الكويت الوطني على الرغم من إغلاقه على استقرار ولكن كان بأداء إيجابي في بداية التداولات هذا اليوم. بالإضافة إلى زين التي أغلقت على ارتفاع ولكن لم تفلح مع نهاية تداولات هذا الأسبوع هاني بالإغلاق عند مستويات الدينار. إذا أغلقت عند 990 فلس تقريبا. ولكن نبقى مع جلوبال الأداء المميز للسهم إذا في هذه الفترة بعد تراجعات واضحة في القيمة السوقية أوصلت السهم إلى 95 فلس فقط. ارتفاع في جلسة اليوم 4.5% وارتفاع منذ الجلسات الماضية بدأت مع بعض الأخبار إيجابية حول الاتفاق بخصوص إعادة الجدولة مع الدائنين على جلوبال. اليوم تم التوقيع هذا الاتفاق مما يعطينا صورة إيجابية على جلوبال. سهم جلوبال إذن في هذا العام مسار هبوط وتنازلي واضح إذن منذ بداية العام وحتى جلسة اليوم لتعود جلوبال من جديد للارتفاع. ونرى القيمة السوقية إلى أين وصلت إذن في جلوبال إلى 95 فلس. هبطت من مستويات مرتفعة قرابة 150 فلس إلى ما نلاحظه اليوم 95 فلس تراجعات. هذا بالنسبة إذن لجلوبال. بينما النشاط في السوق الكويتية مع هذه الجلسة كان في جزام بأحجام تداولات تخطت 27 مليون. إيفا أيضا أكثر من 17 مليون. جلوبال إذا من الأسهم النشطة كما ذكر أسامة أحجام تداولات أيضا تركزت بها أكثر من 15 مليون مع نهاية التداولات. صافتك والرابطة أيضا بأكثر من 12 مليون سهم. بينما أكبر الرابحين تنظيف بارتفاعات 8 أو قرابة 9%. الرابطة 8.7%. أجيال عارف كانت من الأسهم المرتفعة أيضا أداء إيجابي لعارف في الفترة الأخيرة. ولوجيستيك السهم الجديد يستمر بالارتفاعات ارتفاع بقرابة 8%. وفي أكبر الخاسرين في الكويت وطنية أيضا بتراجع 6%. تمويل خليجي 5.6%. إيفا فنادق دولية للتمويل وأيضا صناعية بحدود 5%. إذا هذه صورة التداولات في الكويت هاني مع نهاية هذا الأسبوع. جلوبال يعني اليوم رأينا رغم الارتفاع على سهم الشركة إلا أنه أيضا لا يزال بعيد عن مستويات 175 فلسا التي كان عندها في مطلع هذا العام. وأيضا يعني الشركة كانت تعاني بكثير من المشاكل. واضح الانعكاس أيضا بالنسبة أيضا للأرباح الأخيرة للشركة على أداء السهم والذي رأيناه أيضا لهذا اليوم على تراجع بعد أن كانت الشركة قد تكبدت خلال الربع الثالث خسائر بأكثر من 5,600,000 دينار كويتي. على كل هذا حول التداولات لهذا اليوم في السوق الكويتية. نتوقف مع فاصل قصير لنا وبعده تفاصيل أرقام الإغلاق في بورصة قطر. سوف يكون عام إعادة جدولة العديد من الشركات لديونها وكان آخرها هي جلوبال التي ارتفعت أسهمها لهذا اليوم بناء على أيضا اتفاقية إعادة جدولة ديونها مع الدائنين. وهذا أيضا رفع أداء تداولات السوق بشكل عام. لكن المزيد حول تفاصيل أيضا إعادة جدولة جلوبال في هذا التقرير. بتوقيع اتفاق إعادة الجدولة مع الدائنين يرفع بيت الاستثمار العالمي جلوبال أكثر من راية في وجه الأزمة التي عصفت بشركات الاستثمار في الكويت. فمن باب السبق تكون جلوبال أول شركة توقع اتفاقا بهذا الحجم مع ذلك العدد الكبير من الدائنين الإقليميين والعالميين. وبهذا التوقيع تخرج جلوبال من صفوف الشركات المتعثرة لتباشر أعمالها في أريحية من ضغوط استحقاقات الديون. ويبقى المضمون الأهم وهو أن الشركة حصلت بهذا الاتفاق على صك بتجديد الثقة والاستثمار في كفاءة وجودة أعمالها ومنتجاتها واستراتيجياتها. وقد ضغطت الأزمة المالية بشدة على جلوبال فتأثرت استثماراتها الرئيسية وعقاراتها وأدى انقطاع خطوط التمويل إلى تخلف الشركة عن سداد قرض مجمع بقيمة 200 مليون دولار ودخلت في نزاعات قضائية وروجت رسائل إعلام حولها شائعات سلبية كثيرة عانت منها الشركة وأثرت سلبا على جهودها للخروج من الأزمة. وإذا كانت جلوبال قد اشتهرت بكونها من كبريات ضحايا الأزمة المالية فإنها كانت أول من بادر إلى التعامل معها ذاتيا بعد أن تلاشى الأمل في إسعاف خارجي أو أي دعم حكومي. فأخذت زمام المبادرة بيدها وعينت بنك HSBC مستشارا ماليا عالميا للمساعدة في خطة إعادة جدولة ديونها. كما خفضت من تكاليف التشغيل ووضعت هيكلا تنظيميا جديدا وتبنت نموذج أعمال يتلائم مع معطيات المرحلة الراهنة.
وقد ضربت الأزمة شركة جلوبال في عيد ميلادها العاشر، وكانت قد خرجت إلى النور